طبعا لما نتكلم مع حضراتكم عن الجهد اللي بيحصل لازم في النهايه نقول شكرا لكل من اجتهد، لكل من عافر عشان يفرحنا كجماهير وعشاق لهذا الكيان. كابتن محمود الخطيب مليون مبروك، مجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه شكرا ليكم، شكرا لكل منظومه النادي الاهلي. الاهلي طبعا فريق كبير والجماهير دايما منتظره منه المزيد والمزيد من البطولات. وبالمناسبه كابتن بيتسو موسيماني شخصيا قال الجماهير دائما تطالبنا بحصد الالقاب، قبل المباراه كانوا يريدون تحقيق بطوله كاس السوبر الافريقيه، وبعد الفوز باللقب يطالبوننا الان بالفوز بدوري ابطال افريقيا وتحقيق اللقب العاشر. الامر لا يتوقف ابدا، يريدون تحقيق كل الالقاب، ولذلك سابذل قصارى جهدي لاسعاد هذه الجماهير. واحنا طبعا بدورنا بنقول لبيتسو موسيماني شكرا على مجهوداتك ومستنيين منك المزيد ان شاء الله الفتره الجايه. نقطة مهمة جدا اللي اتكلم فيها موسيماني يا كريم، لان فعلا ده واقع يعني، ودي طبيعة جمهور النادي الاهلي. احنا بنتكلم ان هو متعطش دايما للبطولة التالية، للفوز اللي جاي بعد كده، احنا عايزين كل شوية نكسب، عايزين كل شوية نفرح، فده المتوقع. وده خلي بالك يعني بيعمل ضغط كبير جدا سواء على اي مدير فني بيكون في النادي الاهلي او حتى على اللعيبة، فاكيد اكيد بس ضغط متفهم، اكيد ده ضغط مقبول، ولكن برضه في نفس الوقت الثقة اللي احنا اعطيناها لموسيماني والدعم اللي احنا اعطيناه لفريقنا والمدير الفني والجهاز الفني ككل كان مهم جدا، ان احنا وثقنا في الفريق، وثقنا في المدير الفني، وقلنا يا جماعه احنا معاكم على الحلوه وعلى المره، بس احنا واثقين من الفوز. وفعلا النتيجه زي ما احنا شفنا اهو، يعني زي ما قلت برده في الخبر اللي فات، دولاب البطولات مفتوح ودايما في المزيد. ف دي نقطة كانت مهمة، واللي جاي بإذن الله برضو هيتطلب مننا كلنا كجماهير إن إحنا نكون داعمين لهذا الفريق، لأنه هو بجد مضغوط بشكل كبير جدا. هو كلمة دولاب ما بقتش تليق قوي بالله. إحنا عايزين بقى إيه يعني، مكتبة فرع جديد أصلا يعني، فرع مثل فرع البطولات دواليب. يعني قال لك الدولاب اشتكى من كتر البطولات يعني، وده إحنا كجماهير يا حضرات فرهضنا يعني، بس مجرد إن إحنا بنشجع النادي اللي إحنا بنحبه فرهضنا من كتر البطولات. والحقيقة الفترة اللي فاتت فعلا كان مجهود جبار من كل اللعيبة، سفريات ومعسكرات. صح. ربنا يكون في عون. هنتكلم برضو عن كل ده وهنطمن الناس على يعني اللعيبة والإصابات وغيره اللي احنا شاهدناها في المباراة الأخيرة، ورجعوا بالسلامة طبعا، لكن هنطمن حضراتكم ايه الجديد اكيد.